وقال لهم مقولته المشهورة: يا كمال أبا دبي تصير مثل الخرطوم. الرئيس عبود مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي، ووقتها كان تخيلوا يا جماعة بيعرض عليه مساعدات السودان. طبعا يا جماعة القنبلة دي، القنبلة دي مشهورة جدا بقنبلة بن كلثوم. متي يا أمة الأمجاد والماضي العريق، أمتي يا أمة الأمجاد والماضي العريق، يا نشيدا في دمي أحيا ويجري فروقي، يا نشيدا في دمي أحيا ويجري فروقي. أذن الفجر الذي شق الديادي بشروقي، أذن الفجر الذي شق الديادي بشروقي، وطريق النصر قد لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. ويا جماعة الليلة أنا مبسوط جدا جدا جدا، بعد انقطاع دام أكثر من 9 سنوات رجعت أخيرا لبلدي الحبيب السودان، وتحديدا الخرطوم، منطقة المقرن، منطقة اقتران النيلين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، بيتحدوا مع بعض وكونين النيل بيمتد من العاصمة إلى مصر. طبعا يا جماعة الخرطوم اسمها العاصمة المثلثة، ليه سموها العاصمة المثلثة؟ لأنها بتضم مدن رئيسية: الخرطوم وأمدرمان وبحرين. نجي يا جماعة نتكلم شوية على تاريخ السودان قديما. تعرف يا جماعة إن السودان أول دولة أفريقية نالت استقلالها، وزمان يا جماعة كانوا بزورونا ملوك ورؤساء الدول العظمى، كانت الملكة الراحلة إليزابيث السودان أحد محطاتها، وكمان زارنا الرئيس جورج بوش الأب، ولا ننسى كمان زيارة شيخ الإمارات الشيخ زايد آل نهيان وابنه، وكمان زارتنا العديد من الشخصيات المعروفة مالكوم إكس والملاكم العالم الشهير محمد علي كلاي، ولا ننسى كمان زيارة باب الفاتيكان إلى السودان. وصراحة أشاد بدور السودان في التعايش السلمي والتعايش الديني، قال يا جماعة أنا ما لقيت دولة زي السودان فيها تعايش سلمي. طبعا يا جماعة نحن مسلمين وعندنا كمان المسيحيين وعندنا كمان اليهودين، فعايشين في نعمة أمن وأمان. ولا ننسى كمان زمان يا جماعة لما كانت أم كلثوم تتغنى في مسارح السودان. يا جماعة مهما أتكلم عن تاريخ السودان ما حوفي السودان حقه. ما حاب أطول عليكم في المقدمة يا جماعة، تعالوا معاي وخلونا ناخذ جولة في بلدي الحبيب السودان. الفجر الذي شق الديادي بشروقي، أذن الفجر الذي شق الديادي بشروقي، وطريق النصر قد لاح فسيري. أتلاقوا مرة تانية حلوين. والآن طبعا أنا الآن في كوبري النيل الأزرق. كوبري النيل الأزرق ده يعتبر من أول الكباري اللي بنت في العاصمة المثلث الخرطوم، يربط ما بين الخرطوم وبحرين. وفي نفس الوقت الحلو في الكوبري ده كان وقتها بنقول البضائع بالقطار، شايفين المسار الثاني ده مسار القطار، وهنا كان مسار العربات، وهنا مسار المارة والدراجات النارية زي ما أنتم شايفين الآن. طبعا يا جماعة عام 1957 زار الشيخ زايد السودان، وطلب من الرئيس وقتها الراحل الرئيس جعفر نميري، قال له حابب أقابل رئيس بلدية الخرطوم، كان وقتها اسمه كمال، وقال له مقولته المشهورة: يا كمال أبا دبي تصير مثل الخرطوم. واخذ كمال حمزة ومعاه 6 من السودانيين وساهموا في تطوير دبي، وصارت إلى ما صارت عليه الآن. ونحن يا جماعة كلنا أمل إنه الآن الخرطوم تبقى زي دبي وأحسن إن شاء الله، بهمتنا وبعزمنا إن شاء الله نخلي بلدنا أحسن وأحسن إن شاء الله، وتتطور من أفضل لأفضل. شوفوا يا جماعة كيف الآن المنظر حق الغروب في بلدنا الحبيبة السودان. وبعد كده طبعا يا جماعة هنمشي للمتحف الحربي في الخرطوم بحري، خليكم معانا. طبعا يا جماعة لو حابين نعرف ثقافة البلد لازم نعرف أكثر عن تاريخها وحضارتها. طبعا يا جماعة هنا الآن في المتحف الحربي، المتحف الحربي يا جماعة يقع في الخرطوم بحري، قريب من كوبري الإنقاذ وكمان قريب من سجن كوبر. الآن نحن في صالة الفريق ركن أحمد الجعلي. طبعا يا جماعة الفريق أحمد الجعلي هو أول قائد للقوات المسلحة السودانية بعد الاستقلال. تفضلوا تعالوا شوفوا معانا الصالة. وطبعا يا جماعة أول ما ندخل هنا طبعا صالة الفريق أحمد باشا محمد الجعلي،
هنا طبعا تاريخ الميلاد حقه والسيرة الذاتية وكمان في نفس الوقت محتويات الجناح. وبعد كده طبعا أول حاجة حندخل نبدأ باليمين يا حسن، أنا طبعا أصحاب اليمين. هنا طبعا القصر الجمهوري يا جماعة زمان، وفي نفس الوقت المناصب لوزراء الدفاع ورؤساء أركان الجيش والقادة الذين تقلدوا منصب القائد العام للقوات المسلحة من الفريق الجعلي إلى الآن الفريق عبد الفتاح البرهان. وزي ما قلت لكم يا جماعة في بداية الفيديو إنه السودان كان بزوره عظماء وملوك البلدان الغربية، أولهم الملكة إليزابيث. طبعا هنا يا جماعة الرئيس عبود مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي، ووقتها كان تخيلوا يا جماعة بيعرض عليه مساعدات السودان، بيقول له إذا أنت محتاجين حاجة الرئيس كينيدي السودان مستعدة تدعمكم بجميع النواحي سواء كانت الاقتصادية أو من نواحي الغذاء، عشان كنا طبعا معروفين سلة غذاء العالم. هنا طبعا يا جماعة الفريق عبود في استقبال الملكة الراحلة إليزابيث طبعا هنا في شوارع لندن، والآن حوريكم لها صور في شوارع الخرطوم. وهنا طبعا يا جماعة أول دبابة استلمها الفريق عبود، وهنا طبعا يا جماعة أول دارسات سودانيات درسوا في الجامعات البريطانية. نجي نتكلم يا جماعة على أحمد محمد صالح مؤلف نشيد العلم السوداني نحن جند الله جند الوطن. وهنا يا جماعة العقيد معاش الجاك بخيت ملحن نشيد العلم السوداني، وهو ده طبعا كلمات ولحن نشيد العلم السوداني والسلام الجمهوري المعروف نحن جند الله جند الوطن إن دعا الداعي الفداء لم نكن نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأغلى ثمن هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم ويحمل العبء ويحمي أرضكم. هنا طبعا يا جماعة الأسلحة اللي كانت مستخدمة في السودان منذ العهد الإسلامي إلى العهد الحديث، هنشوفها كلها بالترتيب يا جماعة، كلها هنشوفها ومصورة لكم بالترتيب، يعني ما شاء الله تبارك الله ده يعني تراث قيم جدا جدا. وهنا طبعا بعض الأسلحة اللي استخدمتها القوات المسلحة السودانية في المشاركة في الحرب العالمية. طبعا دي كل الأسلحة الآن أنا حصورها لكم عن قرب. وطبعا يا جماعة دي هنا الصناعات الحربية. طبعا يا جماعة كلكم تعرفوا أن احنا كان عندنا الحظر الاقتصادي، فما كنا بنقدر نصدر أو نستورد أسلحة، فكنا بنصنع أسلحة في صنع اليرموك كلها صناعة سودانية. وهنا عندكم كمان يا جماعة هنا دي بعض الأسلحة كمان صناعة سودانية، أسلحة مختلفة من دبابات وصواريخ. وطبعا يا جماعة القنبلة دي، القنبلة دي مشهورة جدا بقنبلة بن كلثوم، وحتى غنت فيها ندى القلعة، جات قنبلة تضرب الخرطوم ضربت حمار كلثوم، مشهورة جدا القنبلة دي، القنبلة دي من الحرب العالمية الثانية. نحن الآن في جناح الإمام المهدي أو الثورة المهدية. طبعا يا جماعة هنا طبعا المجسم حق الإمام محمد أحمد المهدي قائد الثورة المهدية، وهو اللي كمان ساهم في تحرير واستقلال السودان من قبضة المستعمر الإنجليزي. وهنا طبعا الخليفة عبد الله التعايشي كان أحد الناس المقربين من الإمام محمد أحمد المهدي، وهنا كان أمير الشرق عثمان دقنة. طبعا يا جماعة الجيش السوداني من زمان معروف إنه جيش موحد من شماله لجنوبه من شرقه لغربه، فهنا المجسمات دي كلها بتوريكم جميع الفصائل. طبعا هنا عندكم أمير الشرق أمير الغرب أمير الشمال أنيب أمير الجنوب، وكل واحد باللبس حقه، وكل واحد بل زي ما قلت لكم بتميزه الربطة حق تسوان كان الأخضر أو الأحمر أو الأزرق. هنا يا جماعة قسم الهدايا الرئاسية المقدمة من جميع الدول العربية والدول الأمريكية والدول الأوروبية لرؤساء حكومة السودان منذ الاستقلال حتى عصرنا هذا. طبعا هنا الدروع، وهنا طبعا السيوف والهدايا، وهناك الأوسمة. بعد كده يا حسن هيكون إن شاء الله هنمشي للصالة الرئاسية. طبعاً إحنا جينا هنا إلى القاعة الرئاسية. طبعاً القاعة الرئاسية دي موجودة فيها كل التحف والمقتنيات الثمينة للرؤساء من الرئيس عبود إلى الرئيس عبد الفتاح البرهان. بس صراحة إلى الآن البوس حق عبد الفتاح البرهان فاضي، بس تعالوا نشوف مع بعض المقتنيات حقت رؤساء السودان. يا نشيدا في دمي يحيا ويجري طريقي، يا نشيدا في دمي يحيا ويجري طريقي، يا نشيدا في دمي يحيا ويجري طريقي.
وبكده يا جماعة تكون خلصت جولتنا الجميلة هنا في بلد الحبيب السودان. طبعا مشينا أول حاجة شارع النيل، وبعد شارع النيل جينا هنا المتحف الحربي، وآخر حاجة طبعا يا جماعة هنختم به اللي هي الطائرات، جزء من الطائرات الحربية اللي عندنا هنا في السودان. طبعا دي طائرة الميج 21، وهي طبعا الطائرة دي طائرة اعتراضية. ما انتم شايفين في ثلاثة أنواع من الطائرات الحربية، وما شاء الله تبارك الله يا جماعة لسه المتحف كبير جدا جدا، بس أنا احنا صورنا لكم فيه أهم المقتطفات، وإن شاء الله مع مرور الزمن يفتحوا بقية المتاحف، المتحف القومي والمتحف الرئاسي. وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، أتمنى أن التغطية تكون نالت إعجابكم، وأشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.